لكن خلينا بقى نرجع لورا شوية. فاكر لما كنت بتروح عند بوابات الأهلي زمان 3 أيام ورا بعض؟ كان عندك كام سنة ساعتها؟ ده تاريخ، ده يعني الحقيقة ما اقدرش انساه. يعني انا الجماعة بتوع الامن بتوع النادي هم حبايبي كلهم، يعني كانوا حبايبك من قبلها؟ لا مش من قبلها طبعا. دلوقتي حبايبك؟ معرفهمش. لا ساعتها يعني كام يوم وانت قلت لي كان عندك كام سنه الاول؟ كان عندي 14 سنه. 14 سنه يعني يعتبر طفل. بص أنا بتروح طبعًا كل يوم وبتبذل مجهود وممكن تيأس ولوحدك. ده انا هقول لك على حاجه، انا كنت جاي من الشرقيه وجاي من الشرقيه. انا اول ما جينا الاول انا احكي لك الحكايه، يعني انا جيت جينا من الشرقيه كنا 5 6 تمام، فكنا جايين مع بعض، فانا مش شاغل نفسي بالطريق، يعني مش شاغل نفسي ايه، وكنا جايبين اجرين كده عربيه وبتاع وجايين بيها نعمل اختبارات في النادي وقدر الله وايه وقالوا لي تعالى كابتن خالد جدار، قال لي تعالى. مين اللي كانوا معاك فاكر؟ كان معايا 5 لعيبه من ديار بنجم تمام. وبعدين جينا وخلاص، وكابتن خالد جدار قال لي تعالى انت هتكمل معايا اختبارات. فطبعا انا جاي من الشرقيه وعلى جاي اختبارات في الاهلي، واول يوم نجحت وبتاع، وجاي تاني يعني في هناك زغاريت هناك في البيت في الشرقيه طبعا. فانا جاي تاني يوم لوحدي طبعا ايه، ما اعرفش حاجه هنا في القاهره اساسا غير النهر النيل والبرج بس كده بس كده. فكنت جاي راكب، ركبت نزلت محطه رمسيس تمام، ركبت الباص اللي بيجي على الجزيره لو بينزل عند كوبري قصر النيل. اعتقد بالوصف كان يعني انت جاي كده بالوصف. انا جاي بص انا ببص انا بس انا عيني على البرج، كل ما بيقرب كل انا في امان. اوكي. اول ما يبعد احس ان انا دلوقتي عندي مشكله رهيبه جدا. اول يوم انا طبعا انا معادي كان هنا 12 الظهر، انا خارج الساعه 6 الصبح. انا مش عايز اتاخر. انت خارج بقى جاي من الاهلي وبتاع. يعني معناها يعني مش بعيده يعني. انا عايز اقول لك انا الباص يعني بعد ما كان قريب لقيته راح عند المانيال. ياه. طبعا فجريت بسرعه للسواق، انت ايه مش قال لي لا 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 انت تنزل وترجع تاني. احنا عدينا. فنزلت ورجعت تاني، دخلت عند البوابات. انا اسمي احمد تمام، وجاي كابتن خالد جد الله قال لي تعالى تاني يوم، قال لي فين ال كان بيده زمان كده ده بطاقه كده للاختبارات زي استماره صغيره. بالظبط كده. بطاقه اختبارات. فقال لي فين بطاقه الاختبارات؟ قلت له لا بطاقه اختبارات ايه؟ مش معايا كان معرفش حاجه. ومعرفش اصلا في بطاقه اختبارات اساسا. فقال لي لا انت مش تدخل. يا عم هديك رديك، ده انا جاي من الشرقيه من الساعه 6 الصبح. لا 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 ممنوع. اروح 5 دقايق وارجع له تاني. كابتن خالد جد الله هو اللي قال لي تعالى. يقول لا لا مفيش الكلام ده. انت الف واحد زيك بيجي يقول الكلمه دي كل يوم تمام. وانت لسه متمسك. انا ما اعرفش حاجه طبعا، ده انا جاي من بلدنا. قعدت كام ساعه مثلا تعمل بص كده؟ بص عارفه الطموح اللي هو في اخر الدنيا بقى اتهد هيتهد حالا دلوقتي. فقعدت بالظبط ساعه قاعد مستني. كل ربع ساعه ادخل شويه. يا عم هديك رديك، ده انا جاي من الشرقيه اصعب عليه يمكن يدخل، مفيش فايده. المهم قمت مروح. جيت تاني يوم، فطبعا قعدت مع امي واخويا وابويا. ايه يا جماعه لا لازم تروح تاني. قال هو يا حبيبي اللي انت عملته ده لا المره الجايه بكره اروح اعمل كذا كذا. بالظبط وبدري. فطبعا انا خلاص ما تهتش بال في الباص، نزلت على طول. طب ليه جيت لوحدك؟ ليه يعني ليه ما مثلا ما عرفتش اول يوم روح حدش ما جاش معاك؟ انا اللي ممكن كان يجي معايا اخويا الاكبر مني. طب ما جاش ليه؟ بس هو في الدراسه يعني. اوكي. هيبقى صعب جدا. اوكي. وابويا بيشتغل تمام. فجيت تاني يوم على البوابه، يا استاذ كابتن خالد جد الله. لا 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 مفيش كده مش تدخل. يا عم الحاج يهديك رضيك، والله ما معايا بطاقه. طب اشتري بطاقه؟ لا ما فيش الكلام ده، لازم يديلك عليها ما اعرفش مين كده. فاقعد ربع ساعه نص ساعه ساعتين ما فيش اي حاجه خالص. كنت واخد نفسي وماشي. روحت تاني؟ روحت. اوكي. فطبعا رحت تالت يوم. ده صعب جدا. قلت لهم بقى خلاص انا كده يعني ما فيش نصيب. ربنا مش رايد. لا ربنا مش رايد ايه؟ انت تروح تاني. هتروح ما زهقتش. والله العظيم. اوكي. ده البيت هو المصمم اكتر. يعني وانا كمان انا يعني نادي الاهلي يعني انا احنا العيله كلها اهلاويه. فقمت رايح مره ثالثه. رحت نفس الموضوع. فلقيت والله يعني قلت يا رب يعني انا جيت 3 مرات يعني كده يعني يرضيك كده. وانا صغير وحلمي بحلم حلمي كبير وبيروح. خلاص بقى والله العظيم. فقلت بس خلاص انا كده مش مكتوب وانا هروح يعني. والله العظيم. المهم انا بس قلت انا هروح بقى من الناحيه الثانيه، يعني كنت الاول برجع كوبري قصر النيل تاني. فقلت الف من الناحيه الثانيه ايه
هتمشى بقى، شو ما دي اخر مره بقى هاجي القاهره. فبلف ناحيه النادي الناحيه الثانيه، لقيت واحد بينادي عليا، يا احمد. مش انا مين يعرفني انا؟ احمد. فببص كده لقيت واحد ماشي جنب السور لابس كاب، احمد. انا تعال مين بقى؟ لقيت كابتن خالد جبار. ماشي والله العظيم. بتدعي بقى كده وايه، كانت السماء مفتوحه مفتوحه الاخر. فلقيت انت ما جيتش ليه امبارح؟ اول امبارح. قلت له انا جيت امبارح واول امبارح ومشوني من على البوابه. ازاي؟ طب قلت لهم، مش قلت لهم، قلت لهم كل حاجه، كل حاجه. انا قعدت كل يوم باجي ساعتين. خدني دخلني جوه، قال لي النهارده هنا هتلعب ماتش ودي وعايز اتفرج عليه. واحنا لعبنا ماتش ودي في مدينه نصر، كسبنا 9 فاكر والله. جبت 7 اجوان. 7 7 اجوان والله، كسرت الدنيا. وبعدها الحمد لله يعني كملت مع الـ مع الـ مع النادي الاهلي الحمد لله. يعني كنت في الناشئين ساعتها، كان 14 سنه، كنا بنلعب تحت 15 سنه، وكملت مع الكابتن خالد جد الله. واول ماتش ليا في الناشئين كنا بنلعب مع المقاولين العرب، وكان منتخب مصر الله يرحمه دكتور محمد علي كان بيتفرج. اول ماتش ليا كسبنا 3 وجبت جون وعملت جونين ورحت منتخب مصر. طب بص احكي لي بقى دلوقتي، انت عندك 14 سنه وجاي من الشرقيه على الاهلي، الاهلي طبعا ونجوميه كبيره، ما حصلكش كده يعني كاني حد كده مثلا زي ما بالظبط بتشرب كوبايه ميه سخنه وبعد كده تشرب كوبايه ميه ساقعه؟ ايه؟ لا ايه؟ الصدمه، احكي لي على الصدمه. اتعاملت ازاي مع الموقف؟ لا بص انا هقول لك على حاجه، انا يعني انا طول عمري يعني اللي هم الفتره الصغيره ال 14 سنه دول من ساعه ما ابتديت يعني افهم يعني ايه كوره واتفرج على الاهلي واروح، وكنت بجيب التيشيرت بتاع كابتن خطيب والتيشيرت بتاع كابتن طارق ابو زيد وعلاء مايوب وبتاع واللعيبه اللي انا بحبهم دول وحسام حسن. يعني كنت دايما انا يعني كلنا حتى في البيت كمان كلنا يعني بنعشق الاهلي جدا 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 جدا. فكنت اجي في 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 والله العظيم الكلام ده يمكن انا اول مره في حياتي يعني اجي في الصلاه انا بصلي كده يا رب الاهلي. فايه لدرجه ان انا مثلا كنت بلعب مع ناس اكبر مني هناك في الشرقيه، فاقول لهم انا هروح الاهلي. فطبعا انت اهلي مين يا ابني؟ انت مجنون. فيقول لي طب روح اعمل اختبار في الترسانة، طب روح اعمل اختبار في المقاولين. طب اقول لهم لا انا هروح الاهلي قولا واحدا. كنت متاكد يعني؟ مش متاكد بس يعني مصدق في حلم. انا بعشق الاهلي تمام وحاسس ان انا كويس. بس طبعا ايه انت يعني انت بتتمنى حاجه وبتدعي ربنا سبحانه وتعالى كل ما تيجي تصلي كل ما اجي اصلي كده اي صلاه يا رب الاهلي يا رب الاهلي. فطبعا لما رحت انا عايز اقول لك يعني 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 لما قال لي كابتن خالد جد الله ان انت هتكمل معايا مش عايز اقول لك بقى كميه اللي انا يعني عيطت عياط غير طبيعي. عياط غير طبيعي يعني يعني كتر الفرحه اكيد يعني. طبعا طبعا طبعا. بس حصل لي موقف غير طبيعي. يوم التأييد، اخر يوم في التأييد كنا رايحين نخلص في ديار بنجم خلاص، وكان معانا كابتن احمد ناجي فرايحين مسافرين. واحنا مسافرين وده اخر يوم كان الخميس وتاني يوم الجمعه والقيد هيقفل مفيش. فكابتن خالد جدال راح اخذ العربيه ويلا نطلع الشرقيه نخلص، يلا نطلع الشرقيه. واحنا ماشيين عملنا حادثه. ايه ده؟ مش مكتوبه لي ولا ايه؟ كابتن ناجي يقول له طب ناجلها للسنه الجايه. اقول له ناجلها انا عامل له حرام عليك. مفيش ده حلم. بس يعني كابتن خالد الحقيقه يعني ربطنا بقى العربيه بحبل ومش عارف وكملنا والحمد لله يعني كده. يعني انت عايز تقول لي ان انت من كتر ما انت كنت بتحلم ومصدق ان انت هتكون في الاهلي فما حسيتش باي تغيير، كاني الاهلي بيتك اللي كنت مستني انك تروح. يعني انا يعني انا طول الوقت وانا شايف نفسي في الحته دي، فعشان كده ما حسيتش بفرق. يعني ما حسيتش ان انا مثلا غريب عن المكان ده خالص. حبك في الاهلي الكبير ده يا ترى هو سببه ايه؟ يعني سببه البيت مثلا ولا لعيب معين؟ لا البيت قولا واحدا. يعني انا ام الله يرحمها كانت اهلاويه. يعني انت بتحب الاهلي بالوراثه؟ ام الله يرحمها كانت اهلاويه. يعني كانت مفيش ماتش للاهلي كده. زمان كنا احنا بنيجي نقعد الاكل ولازم نقعد، مفيش حد فيش حاجه اسمها مامتك. يعني ابويا يعني ما كانش له في الكوره قوي يعني الله يرحمه يعني. بس يعني امي كانت بتحب الكوره جدا جدا جدا، بتحب لعيبه الاهلي جدا 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 جدا. وكل شويه تقعد تدعي لي يا رب اشوفك هناك. انت عارف ان دي حاجه جديده؟ يعني غالبا
المفروض من الاب. لاني دايما او يعني مش دايما قوي يعني، في كمان ستات بتحب الاهلي وكل حاجه، بس دايما بيبقى الاب اكتر. فكره ان امك او والدتك هي اللي بتكون بتشجع الاهلي وهي اللي تنمي ده جواك، دي حاجه مختلفه. انا امي كانت بتاخدني، انا كنت بلعب في ديارب الاول، كان بيننا وبين البتاع 2 3 كيلو، كانت تاخدني من ايدي كده وانا عندي 12 سنه توديني العب وارجع تاني ترجعني. يعني هي كمان اللي كانت واقفه جنبي. جدا. يعني لدرجه ان في اوقات مثلا كانت نلعب تقسيمه كده قدام البيت، تقعد تتفرج عليا وتقعد تحكم وبتاع. لا كانت بتفهم في الكوره كويس جدا يعني، جدا. بتحب الكوره قوي، بتحب الاهلي جدا. وهي اللي حببت العيله كلها تمام في الاهلي حقيقه. انا طلعت لقيتها اهلاويه للنخاع، بتحب الاهلي جدا. تيشيرتات الاهلي كلها عندنا، عندنا لكل اللعيبه. مفيش ماتش ما بنتفرجش عليه، مفيش حاجه اسمها بقى مذاكره وامتحانات، لا هو هنتفرج كلنا، فهي حببتنا في الاهلي بشكل كبير. واحنا طبعا لما طلعنا وشفنا وعشنا واتفرجنا على الاهلي واللعيبه والاخلاق والامكانيات والبطولات، لا خلاص يعني الحب خلاص بقى جوانا. يعني انا لدرجه يعني انا لما مشيت من الاهلي، انا مشيت من الاهلي يعني كنت مش خناقه بس يعني كنت يعني شبه يعني اختلفنا انا وكابتن حسام بدر. يعني انا جالي عرض من الزمالك ساعتها، جالي عرض حقيقي. وكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن موجودين في الوقت الحالي وكلموني ويلا. ما قدرتش، صعبه شويه يعني. انا لعيبه كتير عملوها بعدي وقبلي يعني، لعيبه كتير تمام، لكن انا ما قدرت يعني، ما حسيتش نفسي ان انا ممكن اروح في الحته دي نهائي. برغم ان انا كنت اخد فلوس قد اللي كنت باخدها في الاهلي مرتين، وانت ماشي من الاهلي خلاص وماشي يعني، انت ما هربتش تمام، انت ماشي سوء فهم بقى او اختلاف مع المدير الفني، فعندك الزمالك رايح وفرصه طبعا كبيره جدا، هتعمل بقى ايه، هتعمل ترند عالي جدا. وانا كنت يعني الحمد لله كنت واقف على رجلي، لكن قلت لا